السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة يسرى الطنجاوية. اليوم غادي نقدم لكم ساندويش بحال ديال تاكوس. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كيجي لذيذ بزاف، كيشهي كيف ما كتشوفوا. اللي كيتفرج فينا اول مرة اشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد دائما. ودابا نخليكم مع الوصفة. بالنسبة للمكونات، عندي هنايا صدرة ديال الجداد، كمية على حسب عدد الافراد وعلى حسب نتوما شنو بغيتوا. عندي هنايا بطاطا غادي نقليها، عندنا هنايا هاد العيش، انا شريت هذا الحجم الكبير ديال ميركادونا، شويه ديال البصله، واحد مطيشه لقامه، غادي نعمل هنايا شويه ديال الملح، الابزار، الخرقوم، كوري، وشويه ديال السكينجبير. وعندي هنايا هاد لقامه هادي ديال جديد كتباع في ميركادونا، اللي سقساوني فين كتباع، كتعطي واحد مذاق مزيون، اختياريه. ما بغيتوش تعملوها ما تعملوهاش. كوري اللي كيسقسيوني باش نعوضو كوري ما تعملوهش، اذا عندكم ما حتىش تعملوه، كيزيد واحد المذاق مزيون وصافي. غنعمل شويه ديال التومه يابسه، وغنعمل صلصات. انا غنستعمل هادو اندالوس وكيتشوب ومايونيز، استعملوا الصلصات اللي كيعجبوكم نتوما. دابا غادي نعمل شويه ديال الزيت في مقله، غادي نعمل هاد البصله، نخليها تطيح واحد شويه. من بعد ما طاحت البصله زيت الجداد اولا الدجاج، كاين اللي كيقولوا لي عمرنا ما سمعنا الجداد، حنا في طنجه كنقولوا الجداد. دابا غادي نزيد لقامه كامله، مزيان صافي. غنحني بوطه ونغطيها ونخليها تطيب مره مره، غنحركهم جددها. هما طابوا صافي، غادي نزيد لهم مغروفه ديال الصلصه اندالوس. تقدروا تعملوا اي صلصه كتعجبكم، نخلطوا مزيان باش تخلط فيهم كاملين. عملت الزيت سخون باش نقلي البطاطا. دابا غادي ندهن في العيش هاد شويه ديال صوص اندالوس. انا كتعجبني على شي كنكثر، نتوما ماشي ضروري تعملوا لي كنعمل انا، عملوا على حسب الذوق ديالكم. شويه ديال الكاتشوب، سمحوا لي على هاد الصداع، عندي البطاطا كتقلى. شويه ديال مايونيز، غادي نوزعو بهذه الطريقه هادي. دابا غادي نزيد الجداد، غادي نعاودهم في الوسط هذا، غادي نرش شويه ديال الجبن، وغادي نعمل مطيشه. ديك مطيشه انا قطعتها طريفات صغارين، بغيتو تقطعوها شرائح قطعوها شرائح على حسب الذوق ديالكم. ودابا تقلات لي بطاطا، غادي نصفها هنايا. وغادي نطوي الساندويش ديالي بهاد الطريقه هادي. هيدا انا عايجيني شتيتو شتيتو، حيتاش العيش هذا اكبر حجم جبرت. تقطع واحد فتيوته ماشي مشكل. غنهزها هيدا وغادي نحطها في ماكينه ديال البانيني وصافي. دابا غادي نشد عليهم وخليهم يتحمروا. دابا غادي نقلبهم هيدا باش ياخذوا شكل ديال المربعات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الساندويش ديالنا، كيجي على هذا الشكل. المنظر ديالو كيجي مزيون بزاف وكيجي كيشهي. هذا الشكل ديالو من الداخل، كيجي على هذا الشكل، كيجي لذيذ بزاف، مذاق واعر. غير جربوه ما تعكزوش عليه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وخليو لي لايك باش تشجعوني اكثر، باش نعطيكم اكثر. شكرا على التشجيعات ديالكم وعلى حسن المتابعه ديالكم. السلام عليكم.